متتبعي الصفحة كونوا معنا أوفياء، أنتم متتبعي يومين كليكي سير جام بكم أنتم تكبر صفحتنا. نحن متواجدون بقلب مدينة قلمة ملعب علي عبدة، معنا الشابة نادية قرفي من مدينة قلمة الذي أطربتنا بأغاني كوكتيل جديدة. نادية أعطينا ما الجديد؟ ما الجديد؟ الساعة تعدوق راني درت أغاني من التراث وطبعا بأسلوب جديد، ولكن الجديد إن شاء الله راهو في الطريق. أني بصدد تحضير ألبوم جديد في توجور في النوع الشاوي وأغاني فولكلورية، ومن بينهم أغنية على الجزائر اللي هي العنوان تاعها عروسة البلدان، لأن الجزائر تقعد توجور عروسة البلدان بالنسبة لي. وش كان الجمهور بالنسبة ليك؟ هل تجاوب معك الجمهور القلمي؟ الجمهور القلمي عودنا أنه يكون من أحسن الجماهير، وحضرت على هذا الجمهور الرائع، حضرت عليه من في مشاركاتي في ولايات أخرى، فخت بيهم وزخت بيهم وقلت لهم اللي ما جربش يغني قدام الببليك القلمي ما عنده حتى حياة. امو بور لا باج امي ناديا قرفي امي لا باج نوبلي با كو المداخيل تاع الفيستيفال هذوما هما متوجين خاوتنا في غزه. واش تقولي لاهالينا في غزه؟ نقول لهم صبرا صبرا صبرا، وهذا الشيء اللي راهو يسهر في غزة ما يقبلوا حتى إنسان عاقل. وأنا نقولهم أنه الدولة العبرية زائلة، يديروا وش يديروا، تقعد دولة فلسطين وتروح الدولة العبرية، كملوا. بارك الله فيك، ابقوا أوفياء معنا في الصفحة، بارك الله فيكم، دائما ناطر سيني سي غزة.